السلام عليكم طلابنا الأعزاء، نلتقي بكم اليوم في محاضرة جديدة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. محاضرتنا اليوم أنه حنبدي نحل الشيت الموجود عندكم والمتعلق بمادة الدراينج أوف سوليدز. نجي طلاب على سؤال الأول بمشيئة الله. الطلاب تتعلمون أنتم عندما تقرون سؤال معين يجب أن تثبتون الملاحظات لكل سؤال. على سبيل المثال، سؤال الأول: sheet material is to be dried from 73 to 4% moisture content under constant drying condition. تجون تثبتون طلاب هاي الملاحظات على ورقة عندي من 73 إلى 4%، نعطيني المساحة مالته 2 × 3. نجي نكمل الشيت. والثيكنس مالته 5 ملليمتر. The bone dry density، منطينا density of material is 30، إذا منطينا density of dry density. Okay. And the drying rate during constant period. هاي شوفوا انتبهوا عليها طلاب. Drying rate يعني معدل التجفيف الآر خلال منطقة الكونستانت، معناها منطينا الآر سي 0.1 كيلوغرام على المتر مربع أور. The material is dry جفيفت from both sides، يعني من الجهتين، من الأبر ومن اللور. فطلاب إذا عدنا هاي ملاحظة جدا مهمة، إذا يقول الماتيريال جفف من جهة واحدة عفوا نستخدم نفس الثيكنس، إذا يقول جففت من جهتين فيجب أن نستخدم الثيكنس نقسمه على 2. هاي ملاحظة جدا مهمة، 5 على 2. أوكي، لأن يقول from both the sides. The moisture content at the critical point نعطينا ال XC اللي هي at the critical point 30%. ليش طلاب؟ لأن إحنا نعطينا هنا بالسؤال 73 to 4%. لو نجي إلى هذا السؤال طلاب، نجي مثلا على سبيل المثال نجي نرسمه 73 إلى 30%. إحنا 30% طلاب ما نعرف وين واقع، هل هي واقع هنا منطقة الكونستانت، هل هي واقع في منطقة الفولينج، ما نعرف هي وين واقع. إحنا 3 قيم نعطينا 73 و30 و4. فإذا الآن راح نجي نختبر، إذا هو نعطينا 73 وده يقول في منطقة الكونستانت هنا حسب السؤال تبع عليه طلاب critical point 30%. إذا الآن حدد critical point من هي 30%. إذا 4% وين وقعت؟ في منطقة الفولينج. 4% وقعت في منطقة الفولينج، واللي أكد هذا falling rate period is linear، يعني إذا 4% واقعة في منطقة الفولينج. فإذا هنا طلاب لو نأتي إلى الرسم، هذا الرسم لو نأتي إلى، يعني معناه هنا حتكون هاي 4%. أوكي زين. الآن طلاب رح نشوف مسألة ثانية. هنا شنو ذاكرنا بالسؤال؟ من معطيات السؤال الثانية قايل إنه calculate the total time required to dry the material، يعني يريد total time. فإذا نجي طلاب على حل السؤال، نجي طلاب على حل السؤال، نجي نحدد T total، TF زائد TC. أوكي، TF زائد TC. T total LS على ARC. مثل ما تعرفون طلاب TC، قانون TC هو قانون قلنا LS على ARC X1 ناقصا XC. الRC قلنا يا أما هي عبارة عن بالسؤال هي أما بدلالة الهيت ترانسفير أو ماس ترانسفير، والهيت ترانسفير عندنا أما Q على لامدا مثل ما تعلمناها A، أو اللي هي H T minus T wet على لامدا W، أو بدلالة الماس ترانسفير. والماس ترانسفير أيضا هي بها 2 جان، أو يطينيها قيمة، فهو طنيها بالسؤال قيمة، إذا نجي نطبقها X1 عندنا وXC عندنا. بالنسبة إلى الـ T falling LS على A حيكون RC XC على RC لين XC على X2. هذا القانون مال من؟ مال منطقة الفولينج في حالة إذا هو شنو؟ عندي لينير. الآن طلاب لو نجي نطبق القانون، لو نجي نطبق القانون نشيك طلاب قيم الـ X1 والـ XC. شلون نشيك طلاب هنا بالسؤال؟ لو تنتبهون عليها الـ X1 والـ XC والـ X2.
اللي بالسؤال نعطينا طلاب هنا نعطينا لو نرجع عليها نعطينا هاي القيم طلاب اللي 73% إلى 4%. هاي القيم 73 إلى 4% هي عبارة عن مول فراكشن، هي ليست ريشيو. مثل ما تعرفون الإكس طلاب بالسؤال هو عبارة عن هو ريشيو، أوكي، هو عبارة عن ريشيو، فاللي هو كيلوغرام مويستشر ويت على كيلوغرام دراي سوليد. فإذا هاي القيم اللي عندنا إحنا هنا لازم كلها تتحول إلى ريشيو. فنجي من نجي نحول المول فراكشن إلى ريشيو، يعني من الكبير إلى الصغير، من قيمة كبيرة إلى قيمة صغيرة نطرح، والعكس صحيح، من قيمة صغيرة إلى كبيرة نجمع. يعني إذا عندنا إحنا بالسؤال ريشيو واحتاجينا نطلع الفراكشن نقول 0.73 على 1 زائد 0.73، بينما إذا عندنا من قيمة كبيرة إلى صغيرة يعني من مول فراكشن إلى ريشيو نطرح، فرح نطرح كل القيم اللي هي الX1 والX2 والX2. إذا حولناها إلى كيلوغرام، إلى كيلوغرام دراي سوليد، شوفوا طلاب كلهن تحولت إلى كيلوغرام، إلى تحولت إلى ريشيو، في حين كانت هي شقد 73%، 30%، 4% اللي هي شنو كانت مول فراكشن، مول فراكشن حولناها إلى ريشيو حتى نقدر نستخدمها بالقانون مال X اللي هو هذا، نقدر نستخدمها بقانون X. نجي على القانون بس فقط بالقانون LS اللي هي شنو كيلوغرام مال دراي سوليد. احنا نعطينا بالسؤال كثافة في الحجم، الحجم المساحة في الثيكنس، بما انه دي يصير تجفيف من وجهين، اذا 5 على 2 هاي بس تحويل وحدات على ام بالمليمتر، فجانسنا الوحدات الكثافة في الثيكنس في المساحة طلع لنا LS اللي هي 0.45 كيلوغرام دراي سوليد. اجينا طبقناها بالقانون طلعنا التايم، طلعنا طلاب التايم. هذا بما يخص السؤال الاول. نجي طلاب الى بما يخص السؤال الثاني. شيت ماتيريال وذ افايلبل دراينج سيرفيس از 1 متر مربع اند 5 ملم ثيك، يعني نعطينا ايضا المساحه 1 ملم 5 ملم ثيكنس. ذا بروسيس از تو بي درايد فروم 40% الى 0.5% مويستشر كونتين. اذا من 40% راح تصير الانطلاقه الى 0.5 ما نعرف هل هي وذن منطقه الكونستانت، هي قيمه الاكس سي، هي قيمه الفولينج، ما نعرف. من المعلومات مال السؤال راح نحدد شنو مويستشر كونتين. ذا ماتيريال از دراي فروم 1 فيس، اذا من عندنا هاي المعلومه 1 فيس، اذا الثيكنس يبقى 5 مليمتر، بس نحولها على 1000 5 بال1000، ما نقسمها على 2 لان فروم 1 فيس. And under constant drying condition, okay, the dry density منطينا كثافة مع الماتيريال dry density، تنتبهون طلاب dry density، نشتغل على dry basis كيلوغرام المتر مربع. And the waste solid at equilibrium. هنا ملاحظة مهمة. الـ waste solid إذا نعطينا على equilibrium. في السؤال الأول ما نعطينا على أي شيء بالنسبة للـ equilibrium. فلو تنتبهون طلاب على السؤال الأول اعتبرنا الـ X star صفر. ليش؟ وايضا صارت الاكس توتال شو تساوي لنا حسب المعادله الادنى، الاكس فري يساوي لنا اكس توتال ناقص اكس صفر، اكس ستار، الاكس ستار صفر، اذا الاكس توتال ساوي لنا اكس فري. مثل ما سابقا ادنا معادله احنا اخذناها، الاكس فري يساوي لنا اكس توتال ناقص اكس ستار، اكس ستار صفر لان ما نعطينا اي معلومات، اذا التوتال ساوي لنا فري. اذا بس جينا هنا بالسؤال الاول بس حولناها ما عندنا شيء. السؤال الثاني لا طلاب، اللي ملاحظة الموجودة بالسؤال انه التوتال يساوي لنا الفري، وبالتالي عفوا اكو قيمة للإكوليبريم نعطيناها 0.76 لازم ننتبه لها. The rate of drying was constant 4.8، اذا نعطينا الريت في منطقة الكونستانت. ايش دي يقول between moisture content 40 and 20، اذا حدد قيمة الريت اوف كونستانت في منطقة الكونستانت، يقول هي تبدي من 40 إلى 20. إذا الآن هو بالسؤال إيش نعطينا؟ نعطينا بالنسبة إلى السؤال الثاني من 40 إلى 20% في منطقة الكونستانت، يعني هاي المنطقة نعطينا إياها. إذا ما طول الريت نعطينا إياه هنا الـ R C نعطينا إياها، إذا هاي تحددت هي النقطة الأولى وهاي هي النقطة الثانية. هاي النقطة الأولى اللي هي X1، هاي النقطة الثانية. زين،
نشوف معلومات السؤال بقية طلاب. Therefore, the rate decays linearly. Okay. Calculate the total time required to dry material من 40 إلى 20. شوفوا طلاب، هو نعطينا الشيت كله تجفف من 40 إلى 0.5، ونعطينا المنطقة الكونستانت من 40 إلى 20%. يريد من 40 إلى 2% نجفف، ما يريد 40 إلى 0.5، يريد إلى 2%. يعني ما يريد كل التوتال تايم إلى 5%، يريد التايم في هذه المنطقة ويريد التايم إلى 2%، يعني هذا التي سي وهذا الاف. فإذا إيش راح نسوي بهالحالة؟ نخلي القانون مثل ما تعودنا، LS على A RC X1، مثل ما قلنا نشيك قيم. أول شيء نشيك هل هي فراكشن لو ريشيو، بما أنه شيكناها هي فراكشن لازم نحولها، كلها حولناها هنا بالسؤال إلى ريشيو. نشيك أكو X ستار، نعم أكو X ستار، نعطينا W ستار، نجي الـ X ستار W ستار ناقص LS على LS، حولنا الـ W ستار إلى X ستار، وجينا ذني كلها طرحناها من X ستار، كلها جينا طرحنا ثلاث قيم X1 XC and X2. أوكي حولناها، نجي بعد شنو عندنا بالسؤال؟ شيكنا الـ X فراكشن حولناها وطرحناها من الـ X ستار، بعد شنو عندنا؟ الـ density الـ A منطينا إياها بالسؤال، الـ RC ثابتة قيمتها، والLS نجي الرو A thickness، عدنا الرو وعدنا الA، والthickness قسمناه فقط على 1000 تحويل وحدات، طلعنا الLS، كل المعلومات توفرت، نجي نطبقها بالسؤال طلاب، نطلع totally time. هاي طلاب بما يخص السؤالين، وإن شاء الله طلاب يعني أتمنى أنه تحلون بقية الأسئلة الموجودة اللي تعرفوا من أتها، حتى يصير نقاش إن شاء الله في المحاضرة. شوف شنو عندكم أسئلة على بقية الأسئلة، وننهي محاضرتكم محاضرتنا طلاب لهذا اليوم، وأشوفكم إن شاء الله بكل خير وبكل بركة.